عسلامة. عسلامة بنتي، شنو لاباس علي؟ لاباس الحمد لله. المهم انت لاباس الحمد لله. صح سلامة، صح شيبت. تعرفوا عليكم؟ صح شريكم. ايه انا مليكة. مرحبا بيك مدام مليكة. بنتها مدام مليكة وبنتها. هبتي اليوم تحوسوا ولا كل يوم تخرجوا؟ لا نخرج نقضي ونروح للدار. انت اللي تقضي كل يوم؟ ايه. انت اللي طيب؟ ايه انا اللي نطيب. ايه انت وشكون عايش؟ انا عايش انا والمسي واحفادي. الحمد لله. الحمد لله يا رب. اليوم نجموا نسألوا المواطنين كيف شنو تقييمهم لشهر رمضان؟ كيفاش تعدي لهم شهر رمضان؟ تعدى خفيف ولا ليه؟ لا خفيف، اللهم صل على النبي. الصحة لاباس الحمد لله، أهم حاجة هي الصحة الحمد لله، والشدة في ربي. شنو غير فيك رمضان؟ السنة بالذات شنو هو الحاجات اللي غيرهم فيك؟ والله ما تخفيف والحمد لله، ما تغير فيا الغلاف المعيشة وكهو. الغلاف المعيشة وكهو والحمد لله ببركته. صحيح، هو بركة. نتذكروا العبيد قبل شهر رمضان كانوا نوعا ما خايفين شوية من الغلاء بالطبيعة، لكن ديما ينساو اللي رمضان يجيب بركته والناس الكل تشق فطرها والناس الكل يبي بخير وبركته والحمد لله والصحه لاباس. ونشوفوا في العبيد تعاون في الزوي ولا ما شاء الله، معناها مازال الخير في الدنيا نقولوا ما شاء الله. مازالت الرحمه، مازالت الرحمه والحمد لله. الانسان صحه لاباس يا ربي ورضاه، ان شاء الله ربي يقبلنا بالوجه الراضي يا ربي. شنو تحذيراتك للعيد ماله تو وقيت عاد وقيت تحذيرات للعيد؟ شنو تعمل شنو ما تعمل؟ شنو الحاجات اللي كنت تعمل فيها قبل وتو ماش تعمل فيها؟ انا تو بسلامه البنات، احنا الحمد لله كلينا ياسر والحمد لله. عشتوا احسن اوقات؟ على الحمد لله في خير ونعمه الحمد لله. شنو الحاجات اللي عشتهم انت ما عاشوهوش بناتك مثلا؟ والله ما تغير شيء، ايام الزمن الجميل قبل انتم عاد. الحمد لله عادتنا ما نسلموش فيها، العادات التقليديه متاع الزمنيه. ما شنو العادات؟ الماكله الاكلات الشهيه متاع ماكلت معناتها مزمنه زمنيه عاد زمنيه ولا شنو هذيك ما نسلموش فيها. شنو الحاجات اللي ما تنجمش تطيبهم في رمضان؟ تحسهم مرزان على شهر رمضان؟ لا والله يمصل على النبي نطيب كل شيء. كيما الملوخيه مثلا حاج؟ الملوخيه مش طيب في العيد؟ لا العيد تعمل لا. شنو طيب في العيد؟ داي. شنو طيب في العيد؟ حلال مجاريه، جلبانه خفيفه، حاجات خفيفه كاو الملوخيه من بعد بجمعه نعمل. فما عباد يعملوها نهار العيد؟ لا تقلق، نسيت تعمل الجير وتعمل معدته مازالت مسكره والكل يضرب في الملوخيه نهار العيد. الحمد لله. لا نعمل حاجه فكره حلوه، اللي يحب يطيب ملوخيه طيبها بعد جمعه نعمل هكاك انا والحمد لله. وربي يدوم علينا النعمة وإن شاء الله الصحة لاباس. آمين يا ربي. فما حاجة ما احنا حيين بخير. آمين يا ربي. أمك محمد زير. آمين واجمعين. حاجة ما زلت تحل حلو كيف قبل وإلا ما عادش؟ لا ما عادش أنا بسلامة البنات يحلوا ويعملوا. المهم البنات يحلوا. لا يا شوي. خذوا عليك الصنعة. أي علمتهم. تعلموا وقت ليا هما صغار أي دوروا بيا وحفظوا الصنعة. كنت صعيبة معاهم ولا لا؟ صعيبة خاطر نحب الكوجين قبل كل شيء، الكوجين قبل المستقبل. مهما كانت الطفلة جميلة ومحليها تنقصها هكاك إنها ما تعرفش الطيب ولا حاجة. محليها طفلة كي تعرف الطيب. أي الدار هي السيس، الكوجينة هي السيس بنتي. لا ما ماشية العائلة أخرى ودار أخرى يلزمها أنضمها قبل كلهم هكاك. اللهم صل على النبي. وانت كي يبدا عندك ولدك يحب ياخو مراه مثلا ما تعرفش الطيب؟ ما عنديش اولاد. لو عندك طفل لو ماذا بيك طفله تعرف الطيب ولا ما تعرفش؟ لا نحبها الطيب انا تعرف. اي وتعلمها كيما تعرف وتعلم حتى كي هكا رايين خير من راي. ها نقول ديما نفيق ديما اعمل هكا قادي هكا هذاك هو الرسمي بنتي. اني اهم حاجه تعلمتها من عند الوالده؟ كل شيء. الماكله الكل. الومالح معناها. نظام في الميكرا وكل شيء. كل شيء هي الوالدة علمته لك؟ أكيد. معناها مشيت لدار رجلها المدرسة. هي المدرسة الأولى أكيد. نبدا مرتاحة. عندك ألف حق. هاو بنات توا أغلبيتهم ما يعرفوش يطيبوا حاجة. وتعرفش على المكتوب ونهزها.
باش نمشي في جرتها ديما؟ لا يتعلم ويتعلم في الاخر تتعلم وتولي طيب وتولي هاي الانترنت وعندهم كل شيء صحيح دي نتعلموا من الانترنت هي شويه بنتي. من الوالدين اما شويه باهي الواحد نهار اخر حتى صغير ويشبع من يد امه ها نقول لك وبركه الدار وكل شيء حاجه الدار وحدها علاش ما عادش نشوفوا كله تبقى ماشيه جاي للكوشة والغريبة وين عاد وين هالفارينة وين هال كل شيء مقطوع والكوش ما عادش طيب ما عادش يا زلاش نقصت العادات ما توحشنيهم الايامات هذوك توحشنيهم باتوا للساعتين تاع الليل باش نروحوا من الكوش يا حسرة يا حسرة توا الفور شوية شوي خير من الحمد لله الحمد لله خير الوقت هذا ولا الوقت هذاك؟ ايه الوقت هذاك تبدا لست لمليانة اسمي لست لمليانة بركة ربي تبقى كل شيء العولة كانت العائلة ملمومة وكانت العبيد تتعاون توا نسي تصور توا مازالت اللمة لا مازالت اللمة نلمهم في المواسم كل ليلة هكا تعشى وعندي كل شيء رمضان كامل عندك لا لا ليلة النص وليلة 27 وساعة ساعة في الأيامات هكا مام يخدموا صغارهم يقراوا والكل انت اللي طيب لهم انا نبدا الماكله الزمنيه نحضرها كل شيء نحضر والباقي يكملوا هما تحبي تعملي حاجه كل شيء في الفريجيدير اجبدوا التشت وتاكلوا معناها انت طيب الصعيب اي انا نطيب الصعيب الركب الطناجر كل شيء نحضر وكل شيء نلقوه حاضر من وقتاش تبدا طيب والله ما ثلاثه اليوم بديت باهي في الوساع هيدا الواحد الحمد لله اخر حاجه شنو تعملها اخر حاجه مول الكسكسي الزمني الليله الكسكسي لازم وين لابد الليله البريك والبريكة وسلطه وشربه والباقي يكملوه مع عاد تحضير الطاوله كل شيء الحق والحاجات الحلوة حلوه عملوا شوي مقروض ديري شويه البني وحاجات تناوش نتاع الفور نقول انا من حاجة انت تنصح البنيات انهم يتعلموا يطيبوا قبل ما يمشوا الدرجة لهم قبل قلت لها ماسم الكوجين قبل المستقبل قبل تمشوا لهكا هذا الرسم الحمد لله نرقد مطمئنة ومتهنية لا الحمد لله ونقول لهم علموا صغاركم ردوا بالكم تبقوا في قلة الرحمة راكم نهار اخر الراجل راهو يحب كان على كرشه كي نهار يحب تشبع يشبع في داره كان من يد مرت بالضبط هذه معلومه صحيحه ابوهم زمني يحب الماكله الزمنيه يقول لهم يا ولادي تعلموا وعلموا صغاركم يعطيك الصحه حاجه نخلي لك الكلمه الاخرى كنت تحب تقدم تحيه لاقاربك ولا لعائلتك ان شاء الله العائله الكل ان شاء الله بخير وامه محمد امه محمد الكل ان شاء الله كل عام حيين بخير ان شاء الله عيدكم مبروك مبروك ان شاء الله كل عام يعطيكم الصحه عايشه